السلام عليكم، ان شاء الله تكون بخير بصحه. جديد فيديو تاع اليوم راح نجربوا واحد من الكروت اللي راه بسعر جيد مقابل الاداء تاعه هذه الايام، وتكلمنا على هذا الكارت في الفيديو السابق اللي هو الار اكس 5600 اكس تي. وبالطبع هذا الكارت في المستعمل ممكن توفروه بسعر 120 دولار حتى 130 دولار، معناه نسخه جيده راح توفروها حتى 130 دولار كحد اقصى، وهذا السعر الذي انصح به. فوق هذا السعر ممكن ننصحكم بكارت آخر. وبالنسبة للناس اللي تبحث على الكارت بالدينار الجزائري، ممكن راح تحصلوا هذا الكارت حسب انتم ما شريتوا الأورو أو الدولار في البطاقة تاعكم، وهذا حسب سوق السوداء، معناه الأسعار راهي تختلف. وممكن الناس اللي ما عندهاش بطاقة أيضا ممكن راح يدفعوا أكثر إذا كان أحد الأشخاص راح يطلب لهم على هذا الكارت. وفي كلتا الحالات هذا الكارت راح يبقى بسعر جيد، والسعر تاعه ليس بعيد جدا على الـ RX 580، معناه ممكن تضيف مبلغ قليل وتشتري هذا الكارت، وما ننصحكش بالـ RX 580 إلا بعض الناس اللي عندهم ميزانية محدودة. وفي الفيديو تاعنا تاع اليوم جبت لكم واحده من افضل النسخ تاع الكروت اللي هي الايزوس تيف جيمنج. هذا الكارت ياتي بثلاث مراوح والتبريد تاعه ضخم واكثر من جيد. هذا هو الشكل تاعه، المبرد يبالكم باللي ضخم قليلا، ومن هنا كتابه ايزوس والفوق مدخل 8 بين للتغذيه من الباور سبلاي، ومن هنا ياتي بشعار تاع ايزوس مع خط عباره عن ار جي بي او اضاءه ثابته، وايضا من الخلف مع بيك بلات لحماية البي سي بي من المعدن والشكل تاعها جيد. ومن هذه الجهة تأتي بثلاث مداخل ديسبلاي بورت ومدخل اتش دي ام اي. وهذه النسخة حصلتها بسعر 121 يورو، معناه تقريبا 125 دولار. وكما راكم تشاهدوا يبلكم الكارت تقريبا غير مستعمل، لكن فيه بعض الاثار التي تدل ان الكارت كان مستعمل من قبل، لكن يبان كان مستعمل في ظروف جيده. وخصوصا لما تكلمت مع التاجر قال لي راح نجربوا الكارت جيدا قبل ما راح نبعثوه. و99% هذه الكروت كانت تستعمل في التعدين. وكملاحظه فقط بالنسبه لكروت التعدين، ليست جميعها فيها مشاكل، ممكن 90% من كروت التعدين تلقاها تصلح للألعاب عادي جدا، إلا بعض الكروت اللي كانت تستعمل في ظروف غير جيدة، معناه كانوش ينظفوها وما كانوش يغيروا المعجون الحراري بكثرة، معناه كانوا يشتغلوا بها هكذا، ممكن بعض القطع الصغيرة تتضرر في الداخل، لهذا تجد في كروت التعدين بعض المشاكل. وخصوصا جميع الكروت التي تباع حاليا في السوق في المستعمل تقريبا 70% أو 75% راح تجدها مستعملة في التعدين. وكتجربتي الشخصية، جميع الكروت اللي شريتها من قبل وأغلبها مستعملة في التعدين لم أواجه أي مشكل، وأيضا هذا لا يدل أنك راح تجيب كارت مستعمل في التعدين وما راح تجد فيه مشكل، ممكن حتى مستعمل في الألعاب وفيه بعض المشاكل. قبل ما نروح نجربو الكارت تاعنا نعطيكم بعض المواصفات عليه. هذا الكارت من الكروت تحت اسم نافي، الذي ياتي بمعمارية ال RDNA الاولى، دقة تصنيع 7 نانومتر من TSMC، ياتي ب 2304 ستريم بروسيسور وكمبيوتينت 36 وفيرام 6 جيجا GDDR6 وميموري باس 192 بت. وبالنسبة لاستهلاك الطاقة على موقع الرسمي تاع AMD يقولوا يستهلك 150 واط، ويجب باور سبلاي تاع 550 واط كي تشغل الـ RX 5600 XT. وبالنسبة لهذه النسخة اللي راهي عندنا تاع الايزوس تيف جيمنج، في الموقع الرسمي تاعهم ينصحوا بباور سبلاي على الأقل 450 واط، معناها إذا كانت عندك باور سبلاي جيدة تاع 450 واط ممكن تشغل هذا الكارت عادي جدا. وهذا الكارت أحسن في الأداء من GTX 1660 سوبر أو TI ومن الكروت المنافسة للـ RTX 2060. لهذا راني عامل الطلب على الـ RTX 2060 وراح نعملو المقارنة في الفيديوهات القادمة. كما راكم تشاهدوا بعد ما ركبت الكارت يبان الكارت ضخم قليلا، وبصراحة أنا الشكل تاعه عجبني هكذا، وتقريبا هذا واحد من الكروت اللي يحتاج إلى مسند لتخفيف الثقل على PCIe. شغلت PC مباشرة ولم أحذف الدرايفر الخاص بمعالج PU، ظهر معايا تهنيك في الصورة أو ثقل في الويندوز.
حتى حذفت الدرايفر الخاص بمعالج الاي بي يو ونصبت الدرايفر الخاص بكارت شاشة هذا وظهر معايا الكارت عادي، وهذا ممكن بعض الناس راح تطيح في هذا المشكل. يجب حذف الدرايفر القديم وخصوصا ايضا كروت شاشة انفيديا. اذا كنت راح تركب كارت شاشة من انفيديا حذف الدرايفر القديم عادك ركب كارت الشاشة تاعك الجديدة. لهذا من الاحسن يجب تنصب الدرايفر الخاص بكل كارت شاشة، معناها ما تقولش انها من نفس الشركة وتخلي نفس الدرايفر. والاروع هو لتجربة درجة حرارة هذا الكارت. لما جربت الكارت على برنامج فيرمارك كان درجة حرارة كمتوسط 71 حتى 72 درجة، لكن الشيء الجيد اللي لاحظته هو بأن سرعة المراوح 40% وتكاد لا تسمع صوت المراوح نهائيا، كأن البي سي ما راه يشغل ولا شيء. في بعض الأحيان مع بعض الكروت تحس بأن راك تشغل في شيء أو في لعبة وتحس أن المراوح راهي تشتغل، لكن مع هذا الكارت كان صوت هادئ جدا 40% قلت لكم. ولما غيرت في الإعدادات وضعتها على 55% ودرجة حرارة تكون في 70، وهذا عن طريق البرنامج الخاص بـ ASUS TWIC 3، أصبحت درجة حرارة 64 فقط، معناها في الستينات فقط، مع تغيير طفيف في سرعة المراوح. وممكن في بعض الألعاب تجد درجة حرارة الكارت على الستينات عادي جدا ومع السرعة الافتراضية. من الأحسن تخلي الإعدادات تاع المروحة في الافتراضي، وخصوصا الناس التي تشتري كروت مستعملة ممكن تغير لها المعجون الحراري أحسن وتوضع لها معجون حراري من نوع الجيد، لأن أغلب هذه التجار التي تبيع الكروت هذه مستعملة ما راح توضع لك معجون حراري من نوع الجيد لتخفيف التكلفة. لكن أنا تعمدت نجرب الكارت هكذا باش نعطيكم النتائج الصحيحة لما تشتروا كارت مثل هذا. وبالنسبة لدرجة حرارة في السبعينات 72 وممكن حتى 74 مع أحد الكروت عادية جدا، وخصوصا الشيء اللي تلاحظوا هو سرعة المراوح. إذا كانت 60% كحد أقصى معناه المراوح ممكن تزيد في السرعة تاعها إذا كان درجة حرارة الكرت مرتفعة. وهذا واحد من الكروت اللي ممكن تشغل به الألعاب على 2K 1440p وبفريمات مقبولة، يدعم جميع تقنيات AMD مثل FSR وتسجيل شاشة المكتب والألعاب، وممكن من خلال البرنامج الخاص بـ AMD تعمل له Overclock و Undervolted، وممكن تتحكم في بعض إعدادات الكارت عن طريق البرنامج الخاص بـ ASUS TWIC 3. والآن نروح إلى تجربة الكارت تاعنا على الألعاب على دقة 1080p.
كما شتو كان هذا هو اداء الكارت تاعنا، اداءه اكثر من جيد، وخصوصا لما بقيت نقارنه مع احد الكروت اللي جربتها في السابق ومع السعر تاعه. بالطبع ممكن كما قلت لكم ضيفوا مبلغ صغير على الار اكس 580 العاديه، ايضا خصوصا العاديه اللي تنباع باسعار اكثر من نسخه تاع الار اكس 580 تاع 2048 اس بي، هذيك تاتي بسعر اقل نقولوا، بصح لكن الار اكس 580 راهي باسعار ممكن حتى ل 100 دولار او 100 يورو، وخصوصا الار اكس 580 كارت قديم وممكن تجده مستعمل في التعدين، معناه راه مستعمل لفتره طويله في التعدين، ليس مثل كارت خرج من بعد الار اكس 580. وحتى الار اكس 580 ممكن مع الوقت ما راحش يصبح يشغل جميع الالعاب على فريمات جيده. وكان هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم على واحد من الكروت اللي راه بسعر جيد مقابل الاداء تاعهم، وخصوصا في الي اكسبريس ممكن تحصلوه من هنا بسعر قلت لكم يكون اعلى من الي اكسبريس، خصوصا الناس اللي عندها بطاقات فيزا او ماستر كارد يطلب على الكارت بنفسه احسن له. وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ولو معلومه صغيره، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش باش تشاركوا مع اصدقائكم ودونا اعجاب في الفيديو وكومنت، وما تنسوش باش تشتركوا في القناه باش توصلكم اي حاجه جديده حطوها، وما بقى لي غير نقول لكم تلاقوا فيديو اخر ان شاء الله. سلام.